بن مكتوم بن راشد المكتوم حاضر سموه انطلاقات هذه الفترة المسائية. أهلا وسهلا بسموه، أهلا وسهلا بكل الأخوة الحاضرين وكذلك المتابعين من الملاك والجماهير. هنا انطلاقة رابع الأشواط المسائية في هذه الليلة، خاصة هذا الشوط بالجعدان الإنتاج، لنذهب سويا إلى مقدمة الشوط وإلى ما يدور من تحدي وتنافس في المقدمة. نذهب مباشرة إلى المركز الأول، إلى حشيم من يسيطر على مقدمة الشوط، سالم بن عامر العامري يبدأ الآن في خوض التجارب المسائية، النقلة إلى المركز الثاني. هنا شعار بالضبيعة مع رغدان، خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث وصل أطلس، أحمد بن عبد الله بن ضاحي يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء، المركز الرابع هنا يتقدم السياسي علي بن محمد العيساي، حضر على المركز الرابع. المركز الخامس شوف القادم، ها هو مرضي سلطان بن مطر بن جميل الاكتبي في المركز الخامس. المركز السادس لسعيد بن حمد الدرعي. المركز السابع هناك مايهاب محمود بن حبيب الرضا يتقدم، ياتي من خلال هذه اللحظات على هذا الموقع. المركز الثامن، المركز التاسع وصول من قبل حشيم حمود بن مبارك بن حمود المنصوري، والمركز التاسع اللي وصل حشيم، او هذا اللي وصل الباهر ناصر بن مبارك القصيري المنصوري، والمركز العاشر مبهج خليفة بن عبيد بن حزم بن ركاب. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، بينما أعود إلى المقدمة. يا سلام، أطلس 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 لف العالم وراح مع بن ضاحي أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، يسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوط، شكله زين مكانه زين، ياخذ المركز الأول. ها هو اللي أمامكم يسير في ناموس الشوط، أطلس أطلس لونه غير أيضا. المركز الثاني، المركز الثاني السياسي قادم على المركز الثاني، علي بن محمد العيساي، بينما رغدان في المركز الثالث، خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع شاهين حمد بن سالم سالم بن علي الدرعي واصل يحتل المركز الرابع. المركز الخامس الغزال محمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي، ولكن شوف التسلل القادم القادم في هذه اللحظات من قبل مشبب مبارك بن مسلم بن سالم الغبيلي، وصل خذ المركز السادس. لكن بنعود الى اطلس، بنعود الى اطلس، لا زال بصيد أطلس في مقدمة الشوط، أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي في المقدمة، رغدان يحاول، خليفة بن سالم بالضبيعة 1200 على خط النهاية. المركز الثالث، يلا يا الدرعي عندك هناك شاهين حاضر في المركز الثالث، حمد بن سالم بن علي الدرعي في المركز الثالث، المركز الرابع الغفيلي، المركز الخامس السياسي عندك يا العيسائي يحتل المركز الخامس. لكن بو عميم مسيطر 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 مسيطر، بو عبد الله لا زال على القائمة، أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي مسيطر كل السيطرة، يقود أطلس إلى عالم آخر، عالم سباقات الأجن بالمركز الأول بدون أي تعليمات. أشواط الإنتاج والمنتجين، شاهين حمد بن سالم بن علي الدرعي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث يا أبو الضبيعة رغدان مع خليفة بن سالم الضبيعة، لكن الغفيلي الغفيلي من الجانب الآخر مشبب مشبب مبارك بن مسلم بن سالم الغفيلي وصل خذ المركز الاول، خذ المركز الاول، راح مشبب الى الصداره، راح الى صداره الشوط. العميمي يحاول في المركز الثاني، الدرعي في المركز الثالث، وابو الضبيعه في المركز الرابع، لكن مشبب لكن مشبب ما اعطاهم مجال، ما اعطاهم مجال، ما اعطاهم مجال، راح الى المركز الاول بالانتصار والناموسه في مهرجان المرموم التراثي لهذا الموسم 2024. يمكن ينحدر من سلالة الشبابي ولا شيء من خيوطه الرئيسية ما شاء الله، ولا شيء من عياله. ها هو أمامكم مشبب، تهانينا يا هالي ميدان الأبيض، تهانينا لمسلم بن سالم مبارك بن مسلم بن سالم الغفيلي، سلام تحية يا هالي بدية على هذا الفوز والانتصار، وهالي مضيبي، هالي مضيبي بالفعل. المركز الثاني أطلس أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، المركز الثالث شاهين حمد بن سالم
بن علي الدرعي، المركز الرابع شعار خليفة بن حليس الاكتبي، والمركز الخامس هذا اللي وصل معزم احمد بن محمد بن سالمين العامري. التوقيت الزمني على الشاشه، سلام لاهل السلطنه على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الاعزاء. هنا 5:47، جزء واحد من الثاني، تهانينا والناموس لمبارك بن سالم بن مسلم الغفيلي، سلام وتحية على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني أطلس 5:48، 3 أجزاء من الثانية، أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي حل في المركز الثاني، التهانينا والناموس. المركز الثالث كان الحضور والمواجهة بالفعل مع شاهين حمد بن سالم بن علي الدرعي، 5:49 و6 أجزاء من الثانية، تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار وهذه المشاركة.